زوج خرفان الله يبارك. يعني حتى النعجرة موجودة هنايا بسوق تيزي وزو، هذوما خرفان. بسم الله ما شاء الله، شوف الله يبارك، يعني نقدر نقولوا كذلك أصغر خروف هنايا بسوق تيزي وزو. شحال يكون في عمره هذايا؟ واقفين الله يبارك، يعني صراحة هنا في تيزي وزو يقرسوهم، ماشي كيما بلايص واحد اخرين، مساكن كامل مجاعط الله يبارك. على ميلاد ماشي على ميلاد؟ على ميلاد، على ميلاد. هذه الله يبارك ومازال ما كسرت، يعني بالمناسبة مازالها خروفة هدية وراهي دافعة الله يبارك. ما شاء الله حاجة شابة بزاف، خاوتنا القبائل يعني. وهذوما خونا حاجة جاب لي ربي في الحر يا اخي، حاجة الله يبارك. ما شاء الله 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 يبارك. وعندك في الكوري بزاف ولا كاين غير هذوما؟ كاين. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية طيبة لكل من يتابع قناة ناصر تيفي من داخل ومن خارج الوطن. إذا بالمناسبة متواجدين بسوق تيزي وزو، السوق هذا يحل بالجمعة اللي حب يزور السوق هذايا، وفيه الكباش فيه الماعز فيه الأبقار كذلك، وسوق ما شاء الله. إذا بالمناسبة الفيديو هذايا راح يكون خاص إلا بالنعجة فقط، هكذايا باش نعطي لكم نظرة هنا في سوق تيزي وزو واش راهي تقول النعجة الله يبارك. نبداو مع خونا الله يبارك، جاب لنا هنا مجموعة نعجات، هذوما خرفة خروفات ياك الله يبارك، وعندنا خروف لهنا يعني الله. وشحال داروا الخروفات؟ 65. يعني ماشي دافعين؟ لا لا ماشي دافعين، ماشي عامرين، لا لا عطاونا 65. كذلك عندنا المعيزة هذه، شوفوا الله يبارك، وقال لكم سوونا 5 ملايين وراهي على ميلاد. إذا بسم الله ما شاء الله، يعني صراحة صافي لونطون ما شفتش نعجة وفيها هكذا الله يبارك جايبها روحها. يعني بصراحة مالف نشوف غير المعيز غير الخرفة الكباش هذوك الضعاف، ولكن هذه الله يبارك ومازال ما كسرت، يعني بالمناسبة مازالها خروفة هدية وراهي دافعة الله يبارك. ما شاء الله حاجة شابة بزاف، خاوتنا القبائل يعني يتهلاو. شحال دارت هكذا خونا؟ ما سموناش. شحال تلحق في بريد هكذا؟ شحال تلحق في بريد؟ هذه طلب فيها 65. 65، إذا قال لكم طالب فيها 65، ولكن الله يبارك تستاهلهم يا خويا. ونزيدوا نروحوا لهدية كذلك، هايليك. هذه ماش دافعة كيف كيف؟ هذه دفعة. دفعة ثاني الله يبارك. والسنتي هذه شحال؟ جمعة. هذه يا جمعة، هذه يا جمعة. وشحال دارت؟ السومة ما سوى مشكل. ما سوى مشكل كيف؟ وهذه شحال تلحقها في فري؟ كيف كيف طلبت 65. تلحق كيف كيف؟ الله يبارك. هادو تربيهم أنت أخونا ولا تشري تعاود البيع؟ نشري ونعاود. صافي يا كرون بليزير. مون فيران يقول لك بارك الله فيك، يعطيك الصحة ربي يعينك. إذا كذلك مع الشيخ كذلك جاب لنا نعجة هذية، هذه شحال العمر تاعها؟ 94 في زوج. 94 في زوج، الله يبارك. والعمر شحال العمر؟ سداسيات في زوج، ما شاء الله. كذلك عندنا هذا ما قالك مازال ما سوموناش، ولكن شوفوا هذيك قالكم عندها زوج خرفان الله يبارك. يعني حتى النعجه راهي موجوده هنايا بسوق تيزي وزو، هذوما خرفان صغار. كذلك مع اخونا اللي هنايا قالكم هذه الله يبارك راهي دافعه عندها شهرين. محمد عندها شهرين، كذلك هذه عندها شهرين، وهذا خروف ياك. طلبنا 19 كيما راهم كامل 19 هكذا هكذايا. اذا جمله كيما هاك تشوفوا هكذايا طلبوا 19، يعني راهم يبانوا لي صافا الفري يا اخي بارابور، يعني 19 في 3 ما شاء الله. وهذه شحال تكون العمر تاعها هذه؟ السن تاعها 4 سنين. عندها 4 سنين الله يبارك. صافي ان كرون بليزير هكذايا، زوروا سوق تيزي وزو بالجمعه، السوق ما شاء الله. إذا بسم الله ما شاء الله، شوفوا الله يبارك، يعني نقدر نقولوا كذلك أصغر خروف هنايا بسوق تيزي وزو. شحال يكون في عمره هذايا؟ شحال يكون في عمره؟ بالك واحد طرواجور، يعني 3 أيام فقط. شوفوا ما شاء الله صراحة، يعني حاجة شابة بزاف الله يبارك. وش سموك فيها هكذايا؟ شحال سموك فيها؟ مازال ما سموناش الله يبارك. صافي يعني كرون بليزير إذا مع الأخ لهنايا كذلك، شوفوا جابنا 3 خروفات الله يبارك، حاجة تاع تربية. شحال هاكو السعر تاعهم؟ السومة؟ السومة كيما راهم في 3؟ 85 في 3 الله يبارك.
اذا كذلك عندنا هذه الله يبارك راهي كما قلتم اخ راهي دافعه. شحال تكون شهرين هكذاك؟ شهر شهرين ونص الله يبارك. وهذه في سداس ما شاء الله. وشحال سمونا؟ 56 56 الله يبارك. إذن كذلك مع الأخ اللي هنايا جاب لنا دائما قلت لكم الفيديو هذا راح يكون خاص إلا بالناجة فقط باش نعطي لكم نظرة مليحة على سوق تيزي وزو. وهذو راهم على ميلاد. وشحال سمونا هكذا في زوج؟ 13 و100 في زوج الله يبارك، يعني 13 مليون و100 ألف. إذن كذلك شوفوا مع خويا اللي هنايا جاب لنا زوج ناجات، وهذه عندها زوج واحد خروف وخروف الله يبارك خرجوا ما شاء الله. بالنسبة للسن تاعها يقول سداسية. وشحال سمونا فيها؟ 12 ونص، يعني 12 مليون ونص الله يبارك. كذلك هذه نورمال موراي دافعة، أي دافعة هذه؟ على ميلاد. على ميلاد، خذها الله يبارك على ميلاد. عندنا كذلك هذه شوف الله يبارك. وهذا وليدها شيخ؟ الله يبارك. إذا مع شيخ يعني جاب لنا كذلك ثلاث نعجات ما شاء الله في التنيان قال لكم في 140 حاجة شابة بزاف. ووافيين الله يبارك يعني صراحة هنا في تيزي وزو يقرسوهم ماشي كيما بلايص واحد أخرين مساكن كامل مجاعط الله يبارك. على ميلاد ماشي على ميلاد؟ على ميلاد. على ميلاد الله يبارك ما شاء الله. وفي راسها يعني حاجة رانا نشوفوا حاجة ما شاء الله الله يبارك. وشحال سموك في مكدا شيخ؟ 91 الوحدة الله يبارك. البيع راهم بعاد ولا قراب شوية؟ البيع راهم بعاد ولا قراب؟ ماشي بعاد. ماشي بعاد الله يبارك ما شاء الله. إذا شوفوا النعجة الله يبارك يعني حتى النعجة موجودة الله يبارك بكثرة هنايا بسوق تيزي وزو. تيزي وزو خويا العزيز. إذا كما قال لكم بالمناسبة رانا ندورو في سوق تيزي وزو، سوق يعني ما شاء الله يا أخي شباب منظم يعني كما قال لكم شوفوا السلعة الله يبارك. واش خرجوا لنا هذو خرفان خرفات؟ زوج خرفان الله يبارك ما شاء الله. ولا مرزاق عاوني تصور. إذا نحيوا بالمناسبة خويا مرزاق راه قاعد بيان سير خويا العزيز. وهذوما خونا حاجة جاب لي ربي في الحر يا أخي حاجة الله يبارك ما شاء الله 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 يبارك. وعندك في الكوري بزاف ولا كاين غير هذوما؟ كاين الله يبارك. بالسلعه زيد تشوف هذيك نشوف الله يبارك. ماشي مشكل الله يبارك. وشحال سوى هكذا خونا؟ هذه سوات 16 مليون 16 مليون بجوج خرفان تاعها يا اخي. والله طلبنا 20 كما قال لكم يا خويا. فرح الفلاح فرح الفلاح الله يبارك ما شاء الله. دوك نشوفوا هكذايا يا اذا راكم تشوفوا يعني سي دوماج يعني الرقم قال لكم ما نقدرش نبدل لكم على الكواليس ولكن باسكو علاش دائما نقول لكم يا خوتي حنايا كي نجيبوا الرقم تاعنا تاع الهاتف يعني عفوا واش تعيطوا ولكن الناس ولات تقول لكم كي نعطي لكم رقم الهاتف تعيطوا على 2 تاع الصباح 4 تاع الصباح وهذه يعني ما صافي با خوتي بارك الله فيكم يعطيكم الصحه سي جونتي صحيت خويا العزيز. كذلك شوفوا ما شاء الله. إذا كذلك شوفوا مع خويا الله يبارك شاف لنا هذه ما شاء الله شابة الله يبارك ما نقولوش سي دوماج ولكن جابت لنا شوفوا زوج خروفات على بالي بلي كامل التجار ولا كامل الفلاحين ولا يحبوا يعني تجيب الخرفان ولكن معليش شوفوا خرجوا شابين هذو هما كذلك الله شوفوا الله يبارك ويشبهوا لي ماهم ما شاء الله. وشحال داروا سوما هكذا كيما راهم؟ 97 الله يبارك صافي خونا بارك الله فيك وربي يعينك. اذا كذلك دائما قلت لكم يعني هذا الفيديو راح يكون خاص الا بالنعجه فقط باش نعطي لكم نظره دائما على سوق تيزي وزو. بون هذو ولادها خونا الله يبارك واش خرجوا؟ خروفات خروفات الله يبارك خرجوا زوج خروفات وراهم كبروا الله يبارك ما شاء الله. ويا شحال العمر تاعها؟ جامعه الله يبارك. وشحال سموك فيها هكذايا؟ 11 مليون الله يبارك. البيع راه بعيد ولا غير تنبرد؟ مازال شويه كيما قال لكم خونا نقول لك بارك الله فيك وربي يرزق يعطيك الصحة. كذلك مع خونا لهنايا دائما عروض خاصة بالنعجة فقط. دافعين ماشي دافعين؟ الله يبارك دافعين في زوج. والسن تاعهم شحال هذوما؟ سداس الله يبارك. وشحال سمونا فيهم؟ 48 مئة يعني 4 ملايين و800 للوحدة الله يبارك. شيخ يقول لك ربي يرزق وبارك الله فيك يعطيك الصحة. زيدوا نجوزوا عند شيخ لهنا كذلك جاب لنا النعجة هذه
كيف كيف دافع هذه؟ مثلا 10 ايام 15 الله يبارك ما بقى لهاش يعني باش تولد ان شاء الله. أيوة. 10 ايام 15 يوم فقط. وهذه السن تاعها شحال؟ 64 طون. 64 سمونا يعني باش 8400 ولا عمر 8400 ولا العمر تاعها العمر سداسيه 3 سنين. 3 سنين الله يبارك. اذا باش تفهموا فقط يعني سداسيه يعني 3 سنوات هكذا باش تفهموا يعني كل سنه نحسبوها ببعض. الله يبارك ما شاء الله شيخ ربي يرزق وبارك الله فيك سي جونتي يعطيكم الصحه كذلك. هذا ما ارامينيك وصيف شوفوا الله يبارك هكذا نكملوا نمشوا شويه باش تشوفوا اجواء السوق تيزي وزو كذلك سوق ما شاء الله يعني صراحه وفيه مواشي الله يبارك ومقسوم يعني كل بلاصه. نروح نشوفوا النعجه هذه ونختم معكم الفيديو باسكو خوكم ناصر يعني يتنقل بزاف لهدايا ما نطولوش لي فيديو بزاف. اذا شوف الله يبارك كذلك نعجه وجابتنا خروفات لا خرفان؟ جابتنا خروفات؟ خروفات لا خرفان؟ لا خروف خروف وخروفه الله يبارك جابتنا خروف وخروفه الله يبارك. شحال سوا هكذا كيما راهم؟ شحال سوا؟ 12 و200 الله يبارك. شيخ لك بارك الله فيك وربي يرزق سي جونتي يعطيك الصحه هكذا يا خوتي حنايا تاع النعجه ما نطولوش فقط بزاف. درنا لكم نظره صوروا السوق تيزي وزو اللي حل بالجمعه السوق يعني ما شاء الله حنا مازال العمل متواصل. نقول لكم تهلاو في رواحكم ما تنساوش دعم قناه ناصر تي في بارطاجيو الفيديو هذا 58 باش ناس تعرف سوق تيزي وزو. السلام.